سبحان أبو حمزة رضي الله عنه، أنس بن مالك بن النضر الأنصاري الخزرجي، عندما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة كان عمره 10 سنين، أتت به أمه ولله درها من أم. هذه الأم الصالحة والأب الصالح يأتي بابنه الصغير إلى العالم أو إلى الداعية أو إلى الفقيه أو إلى الوجيه ليخدمه، لأنه لن يعدم خيراً من خدمته إن كان في أمر دين أو في أمر دنيا. أتت به أمه، أم سليم، أتت به أمه رضي الله عنها إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله، إن ابني هذا غلام كاتب، كاتب لبيب، أتيت به ليخدمك. فقبله النبي صلى الله عليه وسلم وخدمه عليه الصلاة والسلام ورضي الله عنه حتى وفاته عليه الصلاة والسلام. كان النبي صلى الله عليه وسلم يمازحه ويكنيه بأبي الأذنين، كتابه اللطيفة في الممازحة: يا أبا الأذنين، هل في أحد ما له أذنين؟ لا يمكن. أو يا أبو العينين، أو يا أبو اللسان، أو يا أبو الشفتين، من باب المداعبة. وقد يكون لأن في أذنيه شيئاً من الاختصاص ككبر أو صغر أو نحوه، أنها مداعبة للنبي صلى الله عليه وسلم لخدمه. وهكذا ينبغي أن يكون العالم أو الداعية يمازح ويلاطف ويكون لطيف المعشر حسن التعامل مع الناس كلهم، وخدمه الذين هم معه 24 ساعة كما يقال هم أولى الناس بمزحه ومناطفته. وله مواقف عجيبة مع النبي صلى الله عليه وسلم، مما يدل على خلق النبي عليه الصلاة والسلام الذي زكاه الله به بقوله: وإنك لعلى خلق عظيم، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وفي هذا أكبر دليل على محاسن الدين في رعايته للخدم. ولهذا كانت النتيجة تعظيم الأثر وقصة النجاح، أن تخرج هؤلاء الخدم صحابة أجلاء ورواة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وردوا الجميل بمثله. يقول أنس بن مالك: انظر إلى هذا المنهج الأدبي الأبوي التربوي في التعامل. يقول رضي الله عنه: ولقد خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين فما قال لي قط أف، ولا قال لشيء صنعته لما صنعته، ولا لشيء لم أصنعه ألا صنعت كذا، ولم يقل لشيء صنعته أسأت أو بئس ما صنعت. أين الرجل الذي يقول لخادمه عبارات التشجيع ويرد عليه خادمه بأنه قد خدم فلانا كذا وكذا من السنوات فما تأخر الراتب وكان يعطيني ويكسوني مما يكسو به نفسه ويطعمني مما يطعم وكان يعاملني ويمازحني ويلاطفني؟ إنها رسالة الإسلام وهدي الإسلام وخلق نبي الإسلام عليه الصلاة والسلام نعرضها اليوم من مسجد المصطفى عليه الصلاة والسلام إلى العالم الذي يشقى بكل التحديات والأزمات، ولن يجد نظاما في حسن التعامل مثل ما جاء به الإسلام. وخذ من التعامل مع الخدم النموذج. يحكي رضي الله عنه موقفا آخر، قال:
فقلت والله ما أذهب. شوف كيف يريد أن يكون هذا موقف ليعرف ردة الفعل، يقول لن أذهب. فرسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقجر منه ولم يعنفه، وإنما قال لتذهبن. وفي نفسي يقول أنس أني سأذهب لما أمرني به النبي صلى الله عليه وسلم. قال فخرجت فمررت على صبيان وهم يلعبون في السوق، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قبض بقفاي من ورائي، فقال فنظرت إليه وهو يعنف أو مكفهر أو عبوس قنطرين حاشا عليه الصلاة والسلام. قال فنظرت إليه وهو يضحك بأبي وأمي عليه الصلاة والسلام، على أن أنس تأخر لم يقضي إن حاجة، ذهب ليلعب مع الصبيان في السوق وقد أمره النبي عليه الصلاة والسلام، ومع هذا لطفه وضحك من فعله. فقال يا أنيس، شوف أيضا حسن الأدب في المخاطبة في التمليح. هذا عبد الرحمن يناديه أبوه يا عبيد الرحمن، إذا مثلا غضب منه أو تأخر في حاجة. هذا أنس، ماذا فعلت يا أنيس؟ أذهبت حيث أمرتك؟ قال نعم أنا أذهب يا رسول الله. انظروا إلى هذا الخلق الجميل من النبي صلى الله عليه وسلم. وكان أنس صبيا، كان أنس صغيرا، ربما ابتدر إليه فعل الصبيان والأطفال من التضجر أو الامتناع، ومع هذا عامله النبي صلى الله عليه وسلم وهو يضحك. وقال أنس والله لن أذهب، ولم يعاتبه النبي عليه الصلاة والسلام بل ترك، لعلمه أن هذا من طبع الصبيان والأطفال. ولهذا منهج في التعامل مع الطفل، لا تعنفوا أطفالكم، خذوهم بالرفق والرحمة، لا ترفع صوتك على طفلك لأن هذا سينعكس سلبا عليه، غدا يرفع صوته عليك. عامله بالحوار، باللطف، بالحسنى، علمه بكل أدب وبكل أنواع الحوار والتلطف معه حتى تكسب ثمرة يانعة من حسن التربية. أما أن تعامله بالعنف سيعاملك بمثله، لن تعامله بالبر سيعاملك بالعقوب، عاملته بالضرب لربما ضربك. فينبغي علينا أيها الإخوة أن نحسن التعامل مع أطفالنا ومع أبنائنا، لا سيما البنات، لا سيما في مرحلة الطفولة والصغر، وتعليمهم أمور الإسلام والتربية الإسلامية والقيمية الحقة، وأمرهم عند الصلاة، وكذلك ضربهم لها ضربهم عند تركها ضربا غير مبرر، وأن نستشعر القدوة في تربيتهم. فكما تكون يكون أبناؤك، أنت عينهم التي يرونها، وأنت سمعهم الذي يسمعون به، فسمعك سماع لهم، ونظرك ما تنظر إليه، هم ينظرون من خلال فعلك هذا الفعل فيستمرئونه. فإنك لا تجني من الشوك العنب، لا يمكن أن يكون هناك أطفال على التربية الصحيحة والأب والأم ليسوا قدوة لهم في المنهج الصحيح. فلم يعاتبه النبي صلى الله عليه وسلم بل تركه، لعلمه أن هذا يمكن من الأطفال. إذا أمرت طفلك بأي شيء ولم يأمر ولم يمتثل لا تعاقبه أول مرة ولا ثاني مرة. إذا استمر ذلك يمكن أن يكون ذلك بأي أنواع العقوبة التأديبية اللطيفة، كأن تمنعه من المصروف، أو تمنعه من أيضاً النزهة، أو أحياناً اليوم مع هذه الجوالات والآيبادات
وشبكات المعلومات التي يريدها الصغار والأطفال لا تتركها معهم 24 ساعة. ما هو المحتوى الذي ينشر فيها؟ أتابعتهم؟ أراقبتهم؟ لكن عطهم فرصة في المساحة الخضراء والألعاب البريئة التي يسلون بها من خلال الجد والاجتهاد في حفظهم وصلواتهم ودراستهم، وهذا المنهج التربوي الصحيح. ثم خرج فضحك النبي صلى الله عليه وسلم وتبسم دون ضجر أو غضب، ويناديه بلطف: يا أنيس، بأبيه وأمي عليه الصلاة والسلام. هذا هو الخلق العظيم. ولما وجد أنس وسائر خدمه، بل وسائر الصحابة، بل والأمة، بل والعالم، يهوديها ونصرانيها وغير مسلمها، بل والإنسانية كافة، لما رأت هذا الخلق العظيم كان سبباً في الدعوة إلى الله. ألا ما أحرانا أيها المسلمون ونحن أحبة المصطفى وفي مسجد المصطفى وعلى نهج المصطفى عليه الصلاة والسلام أن ننقل هذه السيرة إلى العالم، وهذا المنهج الخلقي القويم إلى العالم، في حسن التعامل والقدوة، في الصدق، في القول، في حسن الخلق، في حسن التعامل. يقول أنس رضي الله عنه: ما شممتم رائحة قط أطيب من رائحة رسول الله صلى الله عليه وسلم. مثال في النظافة وفي حسن أيضا الذوق والمروءة والشم، حتى رائحته زكية بأبيه وأمي عليه الصلاة والسلام، وكان القدوة. فكان الصحابة يقتدون به في كل شيء. يقول أبو هريرة رضي الله عنه: ما رأيت أحدا أشبه صلاة بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بابن أم سليم. أم سليم من هذه؟ أم أنس رضي الله عنها وأرضاها، التي ربته فأحسنت التربية، ومن تربيته لها أن عهدت به ليخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان لهذا الأثر العظيم في روايته لآلاف الأحاديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. وقد أتت به أمه إلى النبي عليه الصلاة والسلام وطلبت من الرسول أن يدعو لأنس. انظر رقة الأم وبرها بأبنائها، تريد أن تكسب دعوة من المعصوم عليه الصلاة والسلام، مستجاب الدعوة لابنها الذي يخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم بثلاث دعوات فيها خير الدنيا والآخرة. دعا له أن يطيل الله عمره، وإذا طال عمر المؤمن فطول عمر المؤمن خير له في العبادة، في الإيمان، في التوحيد، في الصلاة، في قراءة القرآن، في التسبيح، في التحميد، في التهليل، في عمل الخير. طول عمر المؤمن خير له، خيركم من طال عمره وحسن عمله، كما دعا له بكثرة المال. وهذا من خير الدنيا والآخرة: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة، ولا تنس نصيبك من الدنيا. وكثرة الولد، وكثرة الولد، وقد تحققت كلها لأنس بن مالك رضي الله عنه، وهو أهل لها كفاء خدمته لأفضل البشر وخير البشر عليه الصلاة والسلام. وهذا التفاني في خدمته بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم. مات أنس وقد قارب 100. لاحظوا: اللهم أطل عمره، أو جاوز 100، وكانت بساتينه في المدينة كثيرة وتثمر مرتين
مرتين في السنة جعل الله لأنس البركة بركتين، مع بركة المدينة وبركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم له. وكان له من الولد 80 ولدا كما ذكر أهل السير والتاريخ. توفي سنة 93 من الهجرة على أشهر أقوال المؤرخين. هذا أنس بن مالك، نموذج للخادم المسلم الذي كان على حوائج رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان لهذا أعظم أثر في حسن صحبته وروايته لآلاف الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان أنس باراً لأمه، كان يدعو لها ويقول: رحمك الله كما ربيتني صغيرة. وتقول لها رضي الله عنها: وأثابك الله أو رحمك الله أو أجرك الله كما بررتني كبيرا. فانظر البر جزاء وفاقا، وهذا من حقوق الوالدين لا سيما عند كبرهما. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. كفاءة تقديمه أمه لرسول الله صلى الله عليه وسلم له ليخدمه كان بارا بها عليه الصلاة والسلام، كثيرا رضي الله عنه كثير الدعاء لها. الثاني عبد الله بن مسعود، وهؤلاء من خيار الصحابة أنس وعبد الله بن مسعود. قال المصنف: صاحب نعله وسواكه. إذا أتى النبي عليه الصلاة والسلام تولى ابن مسعود النعلين، ينزعهما ويحفظهما، وإذا أراد أن يخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من المسجد ألبسهما إياه. وكذلك السواك، كان حاضرا بالسواك لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وعبد الله بن مسعود من هذيل، وعبد الله بن مسعود الهذلي كان ممن أسلم قديما بمكة وهاجر الهجرتين وشهد بدرا والمشاهد كلها، وله من المناقب ما لا يحصى كثرة ذكرها المؤرخون وأهل السير. ومنها ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم في بداية إسلام عبد الله بن مسعود: إنك لغلام معلم. وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه غلام معلم، وهذه منقبة في العلم. وكان ابن مسعود رضي الله عنه من أوعية العلم، كان إماما في القراءة وإماما في التلاوة وإماما في الحديث وإماما في الفقه رضي الله عنه، لتزكية رسول الله صلى الله عليه وسلم التي لا توازيها تزكية. ومنها قوله عليه الصلاة والسلام: من سره أن يقرأ القرآن غضبا طريا كما أنزل فليقرأ على قراءة ابن أم عبد، وهو عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. وهذه منقبة عظيمة. ومنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد أذن له بالدخول عليه متى شاء، لم يمنعه أي ساعة من ليل أو نهار أن يدخل على رسول الله عليه الصلاة والسلام حتى وهو نائم. فقال: ابنك علي أن ترفع الحجاب وتسمع سوادي حتى أنهاك، يعني أسراري، حتى أسرار الرسول عليه الصلاة والسلام يسمعها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام رفع عنه الحجاب لأنه ملازم له عليه الصلاة والسلام. وكان معروفا بخدمته للنبي عليه الصلاة والسلام، ويسمى أو يلقب بصاحب النعلين، صاحب السواك، صاحب النعلين والسواك والوساد أيضا، النخل
التي يتوسدها كانت من اختصاص خدمة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، حتى إن بعض الصحابة كان ربما يظن أنه ابن للنبي عليه الصلاة والسلام من شدة ملازمته له. ويا هنيئا له هذه الملازمة العظيمة وهذا الشرف العظيم الذي أثر القدوة. وكثرة الرواية عن النبي عليه الصلاة والسلام لأنه يذكر ما روى ويذكر ما رأى في أحوال النبي عليه الصلاة والسلام. توفي رضي الله عنه سنة 32 من الهجرة، الثالث من خدمه عقبة بن عامر الجهني من جهينة، وعند جهينة الخبر اليقين. هذا عقبة بن عامر اختصاصه صاحب البغلة، البغلة جاهزة إذا أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يركبها يا عقبة فتجهز البغلة لسفره لغزوته لسريته لذهابه لأي رحلة من رحلاته لجهاده لأي سفر من أسفاره، كان هو قائد البغلة، إنه عقبة بن عامر الجهني. إذن أنس للحوائج، عبد الله بن مسعود للسواك والنعل والوسادة، عقبة بن عامر الجهني للبغلة التي يقودها بغلة النبي صلى الله عليه وسلم في الأسفار. عقبة بن عامر هو أبو حماد، عقبة بن عامر بن عبس الجهني كان قارئا عالما بالفرائض والفقه، فصيح اللسان، شاعرا، كاتبا، وهو أحد من جمع القرآن. ومن أخباره رضي الله عنه أنه قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وأنا في غنم لي أرعاها، فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم تركتها ثم ذهبت إليه. شوف الحفاوة بالنبي عليه الصلاة والسلام، يترك غنمه التي يرعاها واؤتمن عليها إلى النبي عليه الصلاة والسلام ليستقبله. فقلت: تبايعني يا رسول الله، تبايعني يا رسول الله؟ قال: فمن أنت؟ فأخبرته أني عقبة بن عامر الجهني، فقال: أيما أحب إليك تبايعني، بيعة أعرابية أم بيعة هجرة؟ قلت: بيعة هجرة. فبايعني رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الله أكبر،
كده. صاحبها من الحسن
ومن الجن ومن الشرور كلها. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. وهكذا نكتفي بهذا القدر من خدام رسول الله صلى الله عليه وسلم، سائلين الله أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. اللهم اجعل اجتماعنا اجتماعا مرحوما، واجعل تفرقنا بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا شقيا ولا محروما. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح ووفق أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم ابسط أمننا وأماننا، وارزقنا الخير والأمن والسلام وسائر بلاد المسلمين. اللهم أصلح أحوال المسلمين، اللهم احقن دماءهم، اللهم كل إخواننا في فلسطين وفي غزة، اللهم ارحم ضعفهم واجبر كسرهم وتول أمرهم. اللهم عليك بأعدائهم فإنهم لا يعجزون، اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم. اللهم احفظ المسجد الأقصى، احفظ مقدسات المسلمين يا رب العالمين، واجعلها شامخة عزيزة إلى يوم الدين، ولا تمكن للصهاينة المعتدين المحتلين الغاشمين يا قوي يا عزيز. اللهم أنجي المستضعفين من المسلمين في كل مكان يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. نسألك أن توفقنا لخيري الدنيا والآخرة، وأن تجزي ولاة أمرنا خير الجزاء على ما يقدمون من خدمة الحرمين الشريفين، وأن تكفينا شر الأشرار وكيد الفجار وشر طوارق الليل والنهار، وأن تحفظنا من شر الحاسدين والحاقدين ومن مكر الماكرين وعدوان المعتدين. حسبنا الله على من بغى علينا، حسبنا الله على من آذانا وآذى المسلمين. برحمتك وقوتك وقدرتك يا عظيم الملك والملكوت يا ذا العز والجبروت، لا حول ولا قوة إلا بك. رد المسلمين إليك ردا جميلا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.